السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية وإجاء صاحب جلالة الملك محمد السيد نصر الله أصحر أصحرنا والملك ملكنا إلى أن يترى الله الأرض من عليها. شكرا للقوات المسلحة الملكية، شكرا للأجهزة الأمنية، شكرا لصاحب جلالة الملك محمد السيد نصر الله الذي يعمل بالليل والنهار من أجل الشعب العربي الأصيل. شكرا للملك صاحب جلالة محمد السيد نصر الله اللي فضل الشعب على الاقتصاد. أول ملك في العالم اللي ضرب الشوكة ديال التلقيح هو الملك محمد السيد نصر الله. الله يجعل ربي يشافيه ويعافيه ويطول الله في عمره. عاش الأمراء، عاش الأميرات، عاش الشعب المغربي الأصيل، عاش كل الأجهزة الأمنية. تنطلب الله سبحانه وتعالى باش يكون في حسن الظن صاحب الجلالة الملك محمد السيد نصر الله. كنشكر المنظمة المغربية للملكين عبر العالم اللي كتحيي سيدنا وكتشكر سيدنا على التلقيح وكتشكر سيدنا على الإنجازات اللي كيدير في المملكة المغربية الشريفة. كنشكر إدريس الغزالي رئيس المنظمة المغربية للملكين عبر العالم. كنشكر كل الأنصار اللي تابعين المنظمة المغربية للملكين عبر العالم. كنشكر كل الشرفاء العظماء اللي في المنظمة المغربية الملكيين عبر العالم. تحية للجالية المغربية اللي تابعة تحت رئاسة المنظمة المغربية الملكيين عبر العالم اللي وقفة ضد الخونة ضد الوطن في جميع العالم اللي كيمشيو للسفارات ضد البوليزار. فهنيئا بشعبنا المغربي الأصيل، فهنيئا بالجالية المغربية في كل العالم. نحن مع سيدنا في السراء وفي الضراء، ومع سيدنا في كل حاجة، ومع سيدنا تابع مع سيدنا في كل حاجة بإذن الله. دمنا لوطننا، دمنا إن شاء الله لملكنا محمد السادس. كنشكر فاس نيوز على هذا الترحاب اللي رحبوا بنا. كنشكر كل المسؤولين في فاس نيوز، وكنشكر الناس الطيبين في فاس نيوز. شكرا لكم جميعا. كنتمنى الله سبحانه وتعالى فاش يكون حسن الظن صاحب الجلاله. كنشكر كل الناس الطيبين الطاهرين في وسط المنظمه المغربيه الملك العام. شعارنا الدائم الله الوطن الملك. شكرا لكم جميعا.